بيكم في قناتنا. النهاردة من خلال وجودي مع دكتور داليا محفوظ في مبادرة انتصري بأسرتك، أنا النهاردة موجودة علشان نغطي المؤتمر. المؤتمر ده والمبادرة دي خاصة بكل شيء يهم المرأة، هتلاقوا فيه إزاي تنتصري بأسرتك في مجال التعليم، إزاي تنتصري بأسرتك في مجال الإرشاد الأسري، إزاي تنتصري بأسرتك في مجال الصحة. تابعونا في حلقات وسلسلة دائمة من خلال مبادرة انتصري بأسرتك. بداية جديدة بنبتديها مع بعض من خلال مبادرة. في المبادرة دي بنركز كتير قوي مع كل امرأة مصرية وعربية. انتصري بأسرتك مبادرتنا اللي مقدمها لنا مجلة حواء العرب. هدفنا من المبادرة دعم ومساندة كل امرأة عربية ومصرية.
هنبتدي هنا من على أرض بلدنا مصر الجميلة. دايما احنا مقتنعين ان المرأة هي الجهاز المناعي للأسرة بصفة عامة، هي اللي عندها القدرة ان هي تدافع عن كتير من المشاكل اللي بتواجه الأسرة. معترفين بقوة الرجل وبوجوده وبقد ايه كمان هو الحامي لأسرته، بس دايما بنقول ان المرأة بذكائها وحكمتها ماسكة في ايديها كتير من مجريات الأمور. عشان كده احنا بنقول ان المرأة بذكائها ماسكة في ايديها كتير من مجريات الأمور. محتاجين قوي نتكى على موضوع ذكائها ده، محتاجين ندعمها ونساعدها في التطوير وفي الإبداع. الهدف في النهاية كله أسرة مستقرة سعيدة. بس هرجع تاني ووجه كلامي لكل امرأة، المقصود من موضوع الأسرة الجو المحيط بيكي، إخواتك ووالدك ووالدتك هم أسرتك، الزوج والأولاد هم أسرتك، زملائك في العمل وشركائك في النجاح هم أسرتك، لا قدر الله في بعض حالات الانفصال ولادك كمان هم أسرتك. من وقت للتاني دايما هنحط قدام عينينا شعار وجملة تعبيرية دايما محتاجين نركز عليها: انتصري بأسرتك. انتصري بأسرتك هدفها صناعتها لسعادة نفسها وإثبات ذاتها، بس ده مش وهي لوحدها، وهي وأسرتها في كامل النجاح والتألق. انتصري بأسرتك، النجاح ليكي ولأسرتك وللناس اللي كلهم محيطين حواليكي. معانا انت تقدري. المكتبة طبعا النهاردة بيسعدها انها تستضيف مبادرة انتصري بأسرتك، وده في اطار دعم مكتبة مصر العامة للأسرة المصرية بصفة عامة بجميع فئاتها الاجتماعية والعمرية. المكتبة دائما فاتحة ابوابها لجميع أعضاء الأسرة المصرية من الأطفال والشباب والمرأة، ودائما المكتبة بتعمل على تمكين المرأة المصرية سواء من خلال استضافة المبادرات أو تنفيذ بعض الورش الحرفية لتمكين المرأة ودعمها والمرأة المعيلة، زي ورش الأشغال اليدوية والفنية. كمان المكتبة بتستضيف معارض منتجات الورش ديت لتمكين المرأة من اكتساب وتسويق منتجاتهم وأعمالهم. طبعا المكتبة فاتحة أبوابها للفتيات سواء الجيل الجديد اللي بيحب يتعلم دورات اللغة الإنجليزية والجرافيكس والكمبيوتر والأسدلز، الحاجات اللي بتأهلهم لسوق العمل في مجالات مختلفة، وده للجنسين. أولا أنا بتشرف بوجودي في مكتبة مصر اللي هي احدى معالم القاهره الجميله فعلا. طبعا احنا بننقل لكم تحيه الشعب المغربي. معاكم دكتوره لمياء عبد الله، رئيسه الرابطه المغربيه المصريه للصداقه بين شعوب العالم. طبعا يشرفني ان اكون من ضمن داعمي المبادره الجميله اللي بتقوم بها الدكتوره داليا، لأن هي مبادرة موجهة لجميع الدول العربية وموجهة للأسرة العربية وللمرأة العربية بالذات. وأظن أن اللي بيحصل ده يدل على الاهتمام الكبير من أم الدنيا اللي هي مصر الحبيبة اللي كلنا بتلمينا تحت جناحاتها دايما بالأسرة العربية بالكامل. لما تواصلتي مع دكتورة داليا ترحبت بيا بكل ترحيب وقالت لي أهلا وسهلا بكم، وبنرحب بأي دولة عربية تنضم لينا وبأي أسرة عربية تكون متواجدة، بحيث أن يتم مناقشة بعض الأمور اللي تهتم بها الأسرة من كل النواحي. وأتمنى أن النهاردة يبقى في حضور مميز إن شاء الله في دولة السودان معانا، في السعودية معانا، في المغرب معانا، طبعا في بعض الدول العربية أنا عشان ما انساش الناس متواجدة معانا ومرحبة بالمبادرة، وإحنا جايين داعمين ليها بكل قوة، وبنتمنى إن شاء الله يا رب العالمين إن تاخد مسارها اللي تستحقه من حيث الاتجاهات المتواجدة فيها كشيء
كمبادرة موجهة للأسرة اللي احنا محتاجين تنمية كبيرة فيها، على ما دائما التنمية المستدامة 2030 اللي احنا كلنا بنستنى خطوات كبيرة فيها مع التحول الرقمي والتكنولوجيا الكبيرة اللي احنا فيها. نتمنى ان المبادرة اللي واخدة فيها كتير من الأفاق الجديدة في المستقبل تاخد مجراها. وشكرا لمصر الحبيبة، وشكرا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي احنا كلنا بنفتخر ان هذا الرجل العظيم يوجد في عصرنا هذا، وكل ما بيقدمه للعالم العربي من دعم في كل النواحي. وأتمنى إن شاء الله يا ربي نكون خفاف عليكم، وتحياتي لكل اللي بيشوفوا إن شاء الله بإذن الله تعالى اللقاء ده النهاردة. موجودة معاكم في مبادرة انتصري بأسرتك المؤسسة للمبادرة دكتورة داليا محفوظ. حقيقي مبادرة جميلة قوي خاصة بالمرأة المصرية، هيكون ليها تأثير إن شاء الله وصدى كبير قوي على مستوى مصر كلها. كلنا داخلين داعمين في المجتمع المادي كمجهود للمرأة لدورها الكبير قوي في تأسيس الأسرة. طبعا احنا وكنا هنتكلم عن دور المرأة في المجتمع، هنتكلم في ان هي المؤسس والداعم الأساسي للأسرة، وهي عمود أساسي في تكوين الأسرة. فلو احنا قدرنا ندعمها ونقف جنبها ونساندها نفسيا وجسديا، هنقدر اكيد اكيد نوصل بيها لمرحلة كبيرة ونعمل تطور في المجتمع. على التنمية المستدامة او فيما يخص التنمية المستدامة، احنا بنقيم المرأة لان المرأة هي العنصر الاساسي والرئيسي في تكوين الاسرة. نتمنى ان شاء الله دعم للجميع، لان احنا زي ما بنقول المبادرة دكتورة داليا مشكورة بدأت تدعونا على مستوى جمهورية مصر العربية، واحنا جايين من دمياط عشان ندعم المبادرة باذن الله. وان شاء الله نتمنى التوفيق للجميع، ويكون لنا دور مشارك في تنمية وتثقيف المرأة في الفترة الجاية ان شاء الله. اشكركم دكتورة سحر زغلول. النهاردة بننقل لكم انطلاق مبادرة انتصري بأسرتك، إشراف دكتورة داليا محفوظ. أنا سعاد حسن معاكم من منسق لجنة الدعم النفسي. الدعم النفسي احنا هنقوم بالتواصل مع كل امرأة، هنحاول نقدم لها الدعم النفسي اللي بيها تقدر تنتصر بأسرتها زي ما احنا بنقول، اللي هو نحقق الغرض من المبادرة بتاعتنا بإشراف كبراء الدكاترة المتخصصين في المجال. وان شاء الله نقدر نساعد الاسر المصريه كلها ان هي تخطي اي صعوبات بتواجهها، ونساعد المراه ان هي تنتصر باسرتها. النهارده بتشرف بوجودي معاكم، وبتكلم النهارده انا اساسا ماسكه الانشطه الاجتماعيه او الخيريه في الرابطه المغربيه مع الدكتوره لميا. وطبعا احنا برضه المبادره دي حابين نكون مثلا حاجه بدايه جديده، الناس تشوف الناس اللي هم بيعملوا خير وبيعملوا حاجات انشطه كويسه. واحنا في مصر هي ام الدنيا، وبنعرف يعني ايه كلمه مصر كحب شرطه وجيش، ورئيسنا حبيبنا، وبنحب كل حاجه في بلدنا، وبنحب الناس اللي تيجي بره تعمل حاجه كويسه في بلدنا واحنا نساعد معاهم في اللي هو الخدم المدني بتاعنا ده، اللي احنا نساعد الناس اي حد محتاج اي حاجه. والرابطه المغربيه بتبقى انشطه كتير، لا في الفن وفي مثلا التشكيل اللي هو الحرفي، لها في التشكيل الخيري، لها في حاجات كتير جدا. والدكتوره لميا بتقوم بواجب جميل جدا جدا مع الامين العام الاستاذ علي، ومعانا مجموعه جميله جدا، معانا الاستاذه داليا محفوظ، ومعانا الاستاذه سعاد، ومعانا الاستاذه فاطمه، مع ناس جميله جدا في الرابطه، وبنتشرف بيهم وهم مشرفينا. واحنا متشرفين اصلا، احنا مصريين اساسا، بنتعامل مع الناس اللي جايين حابين بلدنا وبيشتغلوا جوه بلدنا. انا هتكلم عن المرأة العربيه في البشر. المرأة العربية في المهجر، أثناء تأسيس منتدى المرأة العربية كان ميزان أنني أجول إفريقيا وأوروبا والدول العربية لتأسيس منتدى المرأة العربية. بالنسبة للأمهات، أنا أظن أن مبادرة انتصري بأسرتك لازم يكون لها صيت برا، لأن الأمهات طبعا هاجرنا من الدول العربية مستقرين في أوروبا وأمريكا، فالمناخ بتاع التربية بتاع النشء مختلف عن ما هو موجود في دولنا العربية. في نساء سبايا حروب، مثلا سوريات عراقيات، فيه نساء محتجزات في كندوف في جنوب المغرب، فيه فدول محتاجين للانتصار والدعم والسند بالأسرة، لأن ما فيش أسرة، ما فيش أسرة، لأن التفكك. أولا الشكر للدكتورة على هذه البادرة،
واتمنى ان نتكاتف وننهج المنهج للاهداف بتاع المبادره، لانها هتعود بالنفع على اوطاننا العربيه وحتى نمحي كل الصور السلبيه اللي بنشوفها في مجتمعاتنا. مليكة الشجر من المغرب، رئيسة منتدى المرأة العربية. سعيدة بحضوري في هذا الندوة، هي اللي تتكلم عن الأسرة ودور الأسرة في بناء المجتمعات. حقيقة أن الأسرة لما تكون أسرة فيها تنشئة سليمة طبعا تعطينا مواطن سليم يخدم وطنه ويكون أحد روافد التنمية. منتدى المرأة العربية هو واحد البوتقة تنصهر فيها قوى المرأة العربية، يعني فيها أعضاء من المغرب، جزائر، تونس، مصر، الأردن، كل الدول العربية كانت عشان لإنشاء الوطن العربي الممكن ولإبراز دور المرأة واكتساب أو انتزاع حقوقها كرامتها وتكافؤ الفرص. ده هو الهدف من المنتدى. هي المبادرة فعلا معمولة انتصري بأسرتك على أساس إن احنا بنتحدث على الأسرة بالكامل، بحيث إن احنا نتكلم إزاي نحافظ على الأسرة من الزوج للزوجة للجد للجدة للأولاد لكل ما يشمل إن احنا نعيش فيه على طبقة معينة من الاستقرار. طبعا بنعاني في الوضع الحالي اللي اكثر شيء الناس تكلمونا عليه هو الانفصال. ناس كثيره بتدور طبعا على طريقه للوجود، احنا كمجتمع مدني نلاقي حلول لمساله الانفصال، لان الانفصال اصبح للاسف الشديد شائع في كل الدول العربيه. على فكره مش في مصر بس، في كل لا 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 اتخيلي والله. بصي خليني ارد عليك الحته دي، هي بس مصر الضغوط الماديه فيها شديده، فاحنا بس عايزين نفرق بين ان يبقى عندي ضغط مادي ولا انا كارهه العيشه. هي المشكله هي في الضغط المادي بتخلي الناس في مشاكل مع بعض، وده ظلم بقى ان الضغط المشاكل والانفصال ما حلوش على فكره المشكله الماديه. يعني في ناس كتير قوي حتى بعد الانفصال، طب الفلوس جت، طب عملتي اللي انت عايزاه للولاد، طب هو اتجوز، لا طب انت اتجوزتي، لا طب كل ده كان ليه؟ هي المشكله بتبقى ماديه، واحنا مع بعض هنقدر نحلها. ما هو مفيش ماديات هتتحل من غير شغل، من غير اجتهاد، من غير عمل جديد وابتكار جديد. وده اللي احنا عملناه بالظبط في اول ما جبت قعدت مع الدكتوره داليا، فبقينا بنتناقش مع بعض. قلت لها خلي بالك يا دكتوره، المبادره لن تشمل مصر فقط، هتشمل عده دول، وده فعلا اللي حصل معايا. طبعا انا فخوره جدا بتدشين مبادره انتصري باسرتك. مؤسس المبادره دكتور داليا محفوظ. انا طبعا حابه ان انا اشارك في مجالي بخدمه المجتمع في مجال التعليم ومحو الاميه، وكان ليا الشرف ان انا اشتركت في مبادرات عده في خدمه المجتمع منذ بدايه ثوره 30 يونيو من مطلع 2013 حتى الان. ان شاء الله باذن الله يكون لينا بصمه في المجتمع ونأثر في الشريحة المستهدفة. طبعا احنا لينا الشرف في ان احنا نشارك في التنمية المستدامة اللي طرحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا جزء من الحملة المشتركة مع مكتبة مصر العامة اللي موجودين فيها النهاردة لتدشين المبادرة. وأنا سعيدة جدا بالانضمام لهذه المبادرة الرائعة التي تحمل كوكبة كبيرة جدا من نجوم المجتمع، سواء المجتمع السياسي أو المجتمع الاجتماعي، من شرائح مختلفة جدا، سواء رجال أو نساء، كلنا إيد واحدة في المشاركة المجتمعية في ظل المجتمع المدني الحالي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. طبعا سعيدة ان انا اكون موجودة مع الحضور الجميل اللي موجود من بلاد العالم. طبعا بتمنى طبعا المبادرة دي تنجح وتوصل للعالمية، مش بس الدول العربية.
اكيد الاعلام ليه دور مهم قوي قوي في تنميه المرأة، من حيث صحتها، من حيث كيفيه تنميه الاولاد. اكيد دور الاعلام برضو عندنا في بلدنا مش شامل كل الامور الخاصه بالمرأة. انا احب اعرف منكم ايه اللي انتم محتاجينه، خصوصا ان انا مش بس كتلفزيون، انا كمان عندي قنوات على اليوتيوب. القناتين دول خاصين بالشغل المرأة كله. أنا معايا في القناتين برنامج الدكتور داليا اسمه قلب جبل. قلب جبل كلنا لما بيحصل مشاكل بنحاول نحلها، وفي النهاية بنقول إيه؟ يا ستي خلاص قلبي جبل طولتي، الموضوع هيمشي. إحنا كمان عاملين برنامج تاني خاص بسعادة المرأة. سعادة المرأة مش هي بس اللي هتؤدي للسعادة دي، أكيد أسرتها هي اللي هتوصلها للسعادة. لو عندها طفل فيه مشكلة وهي مش قادرة تحلها، أكيد مش هتوصل. أكيد الإعلام لازم يغطي الدور ده ويغطيه بصورة توعية للمرأة، ننزل لمستوى المرأة الغير متعلمة، نوصل لغاية المرأة المحضرة دكتوراه الوطنة العربية. مش كل واحد بيقدر يوصل للتفكير اللي احنا بنقوله له، يبقى لازم ننزل من تحت خالص لغاية فوق. انا من خلال وجودي مع دكتور داليا بتمنى ان احنا البرامج اللي بعملها انا وهي نقدر نقول حاجة حلوة للمرأة العربية والمصرية، ونوصل فعلا للعالمية. جينا النهاردة نشارك في مبادرة انتصر لأسرتك للدكتورة داليا محفوظ. انا رئيس لجنة الحرف اليدوية على مستوى الجمهورية. هدفنا تعليم ونشر الحرف اليدوية على مستوى الجمهورية. عاملين مبادرة اسمها مصر 2030 بلا بطالة. هدفها لا تعطيني خبزا ولكن علمني حرفة. بدل ما تكفي الأسرة تأكلها، اكفي الأسرة علمها حرفة يدوية. احنا هدفنا التعليم وتسويق ونشر الحرف اليدوية على مستوى الجمهورية للأسرة او المرأة المعيلة والشباب وكل من هو مثلا حرفته انقرضت او اي حاجه بنحاول نعلمها له. في التحول الرقمي دلوقتي كمان هيقلل موظفين كتير، فاحنا بنحاول نعلم الناس دي حرف يدويه بحيث ان هم يلاقوا البديل للتحول الرقمي او الوظيفه اللي هم بيسيبوها. احنا هنشارك النهارده مع الدكتوره داليا، وهدفنا ان اي حد عاوز يتعلم حرف يدويه يتواصل مع المبادره، واحنا على تم استعداد تعليم الحرف يدويه مجانيا والتسويق برضو مجانا، واي حاجه انتوا عايزينها من تعليم الحرف والحاجات دي كلها احنا تحت امركم ان شاء الله. مبادره انتصر باسرتك هي مبادره معموله علشان نقول للست لا، احنا واخدين بالنا منك ومن احتياجاتك، وانت اقوى وتقدري تنافسي وتقدري تنتجي وتحافظي على اسرتك، تقدري تنجحي في كل المجالات. الفكره فيها ان احنا بنحاول على قد ما نقدر نجمع تيم من الناس يبقوا متخصصين بحيث يحاولوا يساعدوا المرأة في شتى المجالات، سواء في السوفت سكيلز أو تعلم حرف حتى متناهية الصغر، بحيث إنها تقدر تنتج وتخلي الأسرة بتاعتها عندها اكتفاء وتقدر توفر نوع من الأمان للأسرة. كمان عندنا في لجنة الشباب، دي لجنة مختصة فيها مجموعة من الشباب الناشطين في العمل الخيري، علشان نقدر نساعد الأطفال والمراهقين والثانوية عامة والناس اللي في بداية طريقها إزاي يبقى قدامها القدوة انها تقدر تنتج وتنجح في حياتها. عندنا مجتمعات لو شفنا نسبه الانفصال فيها هنلاقيها كبيره قوي في الوطن العربي، بس مش هسمي بالاسم، وهي من الدول الاكثر رفاهيه، والدخل عندهم متوسط الدخل عالي جدا. يبقى الموضوع مرتبط اكثر بالثقافه والمعرفه. لو قدرنا ننمي دور الثقافه، لان احنا بنواجه ضغوط خارجيه في جميع المجالات، واهم مجال فشل الاسره. لو الأسرة فشلت المجتمع بالكامل هيفشل، فهيتفكك وهيفشل ومش هيبقى فيه أي دور للدولة بعد كده. يبقى لو اتكلمنا على الدولة هي الأسرة. الأسرة الثابتة الناجحة اللي مبنية على قيم وعلى أصول هي دي اللي بتمثل المجتمع في الآخر. كان الناس زمان بيقيسوا ثقافة المجتمعات من دور الأسرة في المجتمع ومدى ترابط وتماسك الأسرة. دخلوا علينا بالسوشيال ميديا والاعلام الجديد، ما اقدرش انعزل عنهم ولا اقدر اهملهم، بس اقدر استفيد منهم، اقدر اخليهم عوامل مساعده بدل ما هي تكون عوامل هدامه. المعرفه والثقافه اصبحت لزام على كل فرد مش على الاسره فقط.
ولكن الاسره هي الاساس. النهارده لازم كل واحد في اسرته وكل واحده في اسرتها تنمي الاحساس ده عند ولادها. شرفني الحضور معاكم وبيشرفني النهارده الحضور مع دكتوره داليا محفوظ. ان شاء الله يكون لينا دور كبير في دعم الاسره المصريه ودعم المراه المصريه بصفه خاصه جدا. وكل التحيات للمبادره وكل التحيات دكتور داليا، وان شاء الله اتشرف فيكم في مبادرات كتير قوي قوي قريب ان شاء الله.